لك يعني وزارة الدفاع والخارجية والمالية والمعادن وأيضا قيادات جهاز المخابرات العامة بالسودان، وأنت ذكرت أن من المحتمل أن يكون هدفها مشاريع مع السودان ومع هذه الدول. هذه المشاريع دكتور يعني قبل فترة نفذت أو بدأ التنفيذ في بعض المشاريع، ولكن عندما جاء الانقلاب توقفت هذه المشاريع وتوقفت المساعدات للسودان من الخارج. يعني هل هذه المشاريع ستقام في هذه الفترة الراهنة دكتور؟ لا لا طبعا. الآن يعني جميع الأشياء الخارجية متوقفة تماما، بحكم أنه أصلا الحكومة الآن يعني غير معترف بها من الاتحاد الإفريقي إلى هذه اللحظة، ولا من المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة، ولا من الاتحاد الأوروبي، ولا من الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الانقلاب كما قال رئيس الانقلاب نفسه أن الانقلاب فاشل، وأن ما قبل الانقلاب كان السودان كان أحسن، وهذا قال حميدتي وقال يعني كثير من الناس.